ثقة شعوبنا العربية في قدرتنا مجتمعين على حماية أوطاننا ضد كيد كل كائد وانحراف كل مارق. حفظ الله أمتنا العربية وجنبها شرور المغردين وأطماع الحاقدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أدعو معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة أركان حرب القوات المسلحة المصرية، أصحاب السعادة رؤساء أركان حرب القوات المسلحة في الدول العربية الشقيقة، أصحاب السعادة رؤساء الوفود، اسمحوا لي أن أرحب الجماعي العربي تمثل حصنا منيعا لكرامة الأمة وعزتها وقلعة صلبة لحماية سيادة الدول العربية وسلامتها الإقليمية. أصحاب السعادة، إن الأمة العربية يربطها مصير مشترك وقدر واحد، وفي هذا الإطار اتخذ قادة العرب الشهر الماضي في قمة شرم الشيخ برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا باعتماد مبدأ إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي. هذا القرار الذي يعتبر قرارا تاريخيا يؤكد الإرادة العربية الموحدة لتحقيق الأمن القومي العربي وصيانة الأمن والسلم من التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجهها الأمة العربية. وقد جاء هذا القرار تتويجا للقرارات العربية السابقة ذات الصلة، وعلى نحو خاص قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في سبتمبر الماضي الذي أكد العزم على مواجهة شاملة مع الإرهاب، مع ضرورة إيجاد إطار مؤسسي متكامل للأمن القومي العربي. تلتزم بموجبه الدول العربية أن تكون على أهبة الاستعداد واتخاذ جميع التدابير لرد الاعتداء وإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما في إطار ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة. ويفتح قرار القمة المجال أمام جميع الدول العربية للعمل جماعيا لحماية الأمن القومي. وأمام سيادتكم اليوم مهمة هامة، بحث التدابير والإجراءات اللازمة والاتفاق على آليات العمل المناسبة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، بحيث يتفضل السادة رؤساء الأركان بتوجيه الفريق رفيع المستوى لبحث كافة الموضوعات ذات الصلة بإنشاء خاصة كما تعلم الماضية لبحث حماية لم يكتب لهذه الاجتماعات النجاح في الماضي. أصحاب السعادة، خلال السنوات القليلة الماضية تنامت ظاهرة الإرهاب وأصبحت تمثل على اكتساح الإرهاب إزالة الأسباب والعمال يبرز في أكثر من صورة، حيث تتعرض عدد من الدول الشقيقة إلى محن عصفت بوحدتها الوطنية بل أحيانها بكيانها كدول على نحو ما نشهده اليوم في عدة مناطق ولن أذكر أسماء. وفي هذا الصدد فإنه يجب ألا نتردد في الإسهام وبفاعلية في مساعدة أشقائنا في تلك الدول على استعادة أراضيها وتمكينها من بث سلطتها السيادية على كامل ترابها الوطني والقضاء على الإرهاب. ولا شك
أصحاب السعادة أن التضامن مع الأشقاء وتقديم الدعم والعون لهم في مواجهة الأخطار التي يواجهونها هي مسؤولية عربية في المقام الأول، وأن على الدول العربية أن تقدم تصورا متكاملا لمساعدتها على تجاوز الأزمات التي تمر بها، ويكون ذلك ابتداء بإنهاء سيطرة المنظمات الإرهابية على الأراضي التي استحوذت عليها بالعنف والترويع، وتصفية وجودها السياسي والعسكري، وإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات شعوب هذه الدول، تؤسس لمرحلة جديدة تكفل مشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية، وتستجيب لتطلعات شعوب هذه الدول بجميع مكوناتها من أجل وطن حر يتمتع فيه كل أفراد الشعب بالحقوق الكاملة والمواطنة المتساوية. أصحاب السعادة، لقد أبرزت التهديدات التي تحصد بالمنطقة على نحو جلي أنه لا يمكن فصل الأمن الوطني عن الأمن القومي، بل إن هذه التطورات أكدت أنها متكاملان، وأنه من المتعذر عمليا أن تحقق دولة عربية أمنها الوطني بمعزل عن أمن الدول العربية الأخرى. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى أن التطورات التي طرأت على العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية دفعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بما فيها الاتحاد الإفريقي إلى تبني مفهوم وآليات مبتكرة لحماية الأمن والسلم بالمعنى الواسع. فلم تعد تهديدات الأمن والسلم تقتصر على الدول، وأصبحنا نشهد تهديدات خطيرة تقوم بها تنظيمات إرهابية مما يطلق عليه الفاعلون خارج الدولة Non State Actors. وفي اعتقادي وأنتم أهل الخبرة، فإن أبرز مهام القوى العربية المشتركة أن تكون متعددة الوظائف بمعنى Multi Functional Force، وقادرة على الاطلاع بما يوحد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية والمساعدة في عمليات حفظ السلام وبنائه وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن وتبادل المعلومات بين الدول العربية التي أصبح عددا منها في حاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة الحكومات على صيانة الأمن والاستقرار وإعادة بناء قدرات ومؤسسات الوطنية. وفي هذا الصدد أود أن أكون واضحا بأن تشكيل مثل هذه القوى العربية المشتركة ليس المقصود منه بأي حال من الأحوال إنشاء حلف عسكري جديد أو جيش موجه ضد أي دولة، بل إنها قوة تهدف إلى مواجهة الإرهاب وصيانة الأمن العربي وحفظ السلام والاستقرار في المنطقة، بحيث تصبح هذه القوة إحدى الآليات الهامة لتفعيل العمل العربي المشترك في المجالات العسكرية في المجالات الأمنية، وذلك وفقا لما نص عليه ميثاق الجامعة وميثاق الأمم المتحدة من التزامات في هذا الشأن. فالعمل العربي المشترك له أبعاد سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية، وليس من بينهم الشق الدفاع والشق العسكري. وقد أزف الوقت بأن يأخذ البعد العسكري موقعه في منظومة العمل العربي المشترك ليسهم بفاعلية في حماية الأمن القومي العربي إزاء التحديات الراهنة. أصحاب السعادة، أود هنا أن أغتنم هذه المناسبة للتأكيد مجددا أن منظومة الأمن القومي العربي لا تقف عند حدود العمل العسكري والأمني فقط، بل تتعدها لتشمل نطاقا واسعا من المجالات الحيوية التي تهدف إلى إيجاد ركائز مؤسسية قوية وفاعلة لخلق نظام إقليمي عربي متكامل قادر على ردع العدوان الخارجي ومنع نشوب النزاعات الداخلية وبناء السلام والحفاظ عليه، وصيانة كيان الدولة وحماية الاستقلال والسيادة الوطنية والحفاظ على وحدة التراب الوطني. ويتطلب ذلك أن تكون هذه المنظومة قادرة على إيجاد الآليات التي تكفل الاعتماد المتبادل للدول العربية في قضايا الأمن والسلام بما يعزز وحدة الصفوف ورؤاها ويطلق عملية التنمية الشاملة في جميع أرجاء الوطن العربي لارتياج أفاق التقدم وتحقيق النهضة الشاملة لدوله والرفاه الإنساني لشعوبه. أصحاب السعادة، إن خصية المنطقة العربية باعتبارها إقليما يشمل دولا متعددة لأمة واحدة يربطها تاريخ مشترك ولغة مشتركة ومصير مشترك وحضارة مشتركة، يمنحها بجدارة واستحقاق حق دفاع الشرعية عن النفس وفقا للمادة الواحدة من 50 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن أن الأخطار والتهديدات التي تواجهها الدول العربية تتخطاها وتتجاوزها لتشمل السلم والأمن الدولي بالمفهوم الواسع.
وهذا على وجه التحديد ما يمنح الشرعية السياسية والقانونية للدول العربية في تأسيس منظومتها للأمن القومي العربي وتشكيل قوات عربية مشتركة تصون كرامة الشعوب واستقلال المجتمعات وتضمن السلامة الإقليمية وتردع كل ما يهدد الاستقرار السياسي. ولقد سبقتنا إلى ذلك العديد من المنظمات الإقليمية وعلى وجه الخصوص الاتحاد الإفريقي الذي يباشر نشاطا فاعلا في حماية السلم والأمن في القارة الإفريقية. في الختام أصحاب السعادة رؤساء الأركان، لا أريد أن أطيل عليكم بالحديث، فأمامكم عمل جاد يتطلب حكمة عميقة وخبرة واسعة وبصيرة ثاقبة لمعالجة قضايا الأمن القومي العربي والمسائل المتصلة بها. والمطلوب وضع تصور شامل للأمن القومي العربي، فالأمة بأسرها اليوم شاخصة بأبصارها إليكم إلى حلم كان يراودها منذ زمن ولكن تعذر تحقيقه في الماضي، والشعوب العربية الآن يحدوها أمل كبير في أن تتوصل سويا إلى ما يطوئنها على حاضرها ويضمن مستقبلها ويعيد إليها الثقة في منظومة العمل العربي المشترك في جميع المجالات. وأنني على ثقة بأنكم قادرون وقدرون على تحقيق تطلعات الأمة. وفقكم الله وسدد خطاكم فيما أنتم عازمون عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي الأمين العام على كلماته، وأعلن انتهاء الأعمال الجلسة الافتتاحية، وترفع الجلسة لمدة 15 دقيقة لاستئناف جلسة العمل الأولى المغلقة في نفس القاعة، ويقتصر الحضور على الوفود الرسمية. وأشكر